عايز اسالك كابتن اسامه تحديدا عن انطوني موديست. رايك ايه؟ لا هو طبعا يعني علامه استفهام كبيره، لانه لم يقدم حتى الان اي شيء مع النادي الاهلي. ما اعرفش يعني وجهه نظر ايه فيه، لكن هي خلاص ساعات احيانا بتجيب ناس ما توفقش، ساعات بتجيب ناس وتنجح. هي المشكله ان موديست عنده حوالي 36 سنه. فهو اذا ما كانش هيسعفك في الوقت ده، طب وانت يعني هيسعفك امتى؟ ما هو اصلنا لما بجيب واحد عنده 20 22 23 24 27 حتى لو ما وفقش معايا شويه، هقول السنه الجايه هقول اعيره وارجعه تاني، هقول هبيع اعاده بيعه. لكن هو موديست انت جبته في عمر يعني عمره الزمن كبير جدا 36 سنه، وحتى الان لم يوفق. يعني ده ما اعتقدش ان دي، وعلى فكره ممكن تحصل في اي حته في العالم، يعني الواحد مش بيقول كده. ياما النادي الاهلي جاب ناس ما وفقتش، او الزمالك او في السعوديه او في المغرب او 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 ريال مدريد. لسه هقول لك، او ريال مدريد برشلونه صح، او ريال مدريد او برشلونه صح، بيحصل صح. لكن هو حتى الان، وما اعتقدش ان ده رايي لوحدي 100%، انت لو سالت اي حد فني مش فني جمهور عادي صح، هو حتى الان لم يقدم شيء طبعا للنادي الاهلي. صحيح كابتن الكبير كابتن اسامه عرابي نجم ومدرب نادي الاهلي الاسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.